إتقان الممارسة المهنية في صلب اهتمام النقابة الوطنية للصحافة المغربية محور مهم شكل نواة مشروع اتفاقية الشغل الجماعية للصحفيين المهنيين. تجديد هذه الاتفاقية بعد 17 سنة من إبرامها استدعى تدخل تلة من الخبراء والمختصين بهدف تحديد إطار معياري لتنظيم علاقات الشغل بين المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين المهنيين. اتفاقية تم التوقيع عليها في مناظرة الصغيرة سنة 2005، وهي تنص بنودها على إعادة النظر فيها وتجديدها مرة كل 5 سنوات. الآن مرت 17 سنة بدون أن تقع مراجعة، فلذلك بادرنا بإنجاز مشروع متكامل بالاستعانة بخبراء قانونيين في قانون الشغل وبخبراء نقابيين. حضرنا المشروع اللي كيتضمن كثير من النقاط في حقوق وواجبات الصحفيين، لأنه بالنسبة لنا الاتفاقية الجماعية أو أسلوب التعاقد يجب أن يراعي مصلحة المقاولة ومصلحة الصحفيين على حد سواء. المشروع الاتفاقية الجماعية يتضمن مراجعات العديد من البنود، تهم الحد أدنى للأجر، تهم التعويضات، تهم الساعات الإضافية، تهم العطل، تهم حقوق الصحفيات النساء. بالتالي هذا واحد المشروع متكامل نتمنى أن يدرج في منظومة إصلاح قطاع الصحافة الرقمية والورقية في المغرب. حتشوف كيف شكلت حادثة المرحوم الطفل ريان مناسبة لاكتشاف كم هي كلفة أن تكون لك صحافة مهنية وأن يكون لك هناك صحفي مهني. اليوم نحتاج إلى نوع من التعاقدات مع المؤسسات الصحفية لكي يمارس الصحفيون مهنتهم في شروط من الكرامة، وكذلك في شروط من المسؤولية، لأنه أي اتفاقية جماعية تضمن شقين يتعلقوا بالحق ويتعلقوا كذلك بالواجب. لقاء يأتي أياما بعد فاجعة الطفل ريان الذي لقي حتفه بعد سقوطه في البئر، حادث حظي بتغطية إعلامية مهمة، إلا أنه شهد بعض الخروقات التي دفعت بالنقابة إلى التجديد على التحلي بأخلاقيات المهنة والحرص على إمداد الرأي العام بالمعلومات الموثوقة. وتنعتبر على أنه من المهم جدا على أننا نحسنوا المهنية ونحسنوا مهنة الصحافة، وجزء من هذا التحسين ترتبط بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والصحفيات، وتحسين هذا الأوضاع هو تيدخل أيضا في الورش الكبير اللي فاتحه المغرب ديالنا، هي ورش الحماية الاجتماعية. اللقاء شهد كذلك تقديم دراسة إحصائية حول تقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الجماعية للصحفيين المهنيين، بحث إحصائي شكل فرصة لتشخيص الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين وتقديم توصيات تحسن من وضعيتهم داخل المقاولات الصحفية.